شهدت العديد من بلديات ولاية باتنا تساقط كميات معتبرة من الثلوج ببلديتي حيدوسة ورواد الشعبة وسط فرحة السكان خاصة الفلاحين منهم. التغطية لسعيد حريكة. مس هذا مبارك سيرزقان غربيا حلاق سوامان يرزقان سريحا وذفل يوثا يعني يسيدي الوقت نسان شنين ذكو الماس المشتاو ذكو ران غيدو من زون تفسوت ان شاء الله ربا غني يرزق ان شاء الله سالخير موايا اذفلي ذواد الوقت نس يثكارزا ينعم ذي ثمزين ذي يرزن يرني يثسطع ذا ماني بدان ومان قول ذي شجور اسمها قال ذي بريل ذي في براير قول ومان ذي سطا اسمها نرقسي الليالي نوفت غير الماس المشتا نطلب ربي العالي غني غني يرزق سود في الاموايا والحمد لله هم كيديوس هذه القنصه سكواس 2023 دا سكواس الخير يعني ديت مورثان غير ميرا خطرتين تيتشات وربا ديوش